طيب يا جماعة، بما ان الكابتن حسن عادل زي ما انتوا عارفين تم 3 مليون اخ واخت على التيك توك، قررنا نعمل له احتفالية كده بسيطة، بارتي على القد كده على الضيق يعني، وكمان قررنا نصور لكم فلوج لليوم كله من اوله لاخره. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل. زي ما انتم شايفين كده، احنا كنا هنا بنشتري الحاجة اللي هنعمل بيها الحفلة للحسن، ومفروض بقى دلوقتي يا جماعة ان انا في العربية ورايح اجيب التورتة واجيب مروان من البلد، لان مروان هناك في البلد كان بيمتحن يعني وكده. ايه القمر ده؟ تصدقوا يا جدعان انا قمر. طيب يا جدعان انا كده مش عارف انا ناسي حاجة بقى ولا ايه. ادي الكاميرا وادي الرينج لايت وادي البوليكس والاستندات ودي الحاجات بتاعت البارتي. برضه حاسس ان في حاجه ناسيها. انا ناسي ايه كنت جاي اجيب ايه. مروان. على فكره الكابتن مش عارف ان احنا رايحين، والحسين مش عارف ان مروان رايح. اضحك على مروان للكاميرا. ودلوقتي بقى مرحله التورته، وزي ما انتم شايفين كده يا جدعان عظمه. الواحد كان عايز ياكلها بس للاسف صايم. يا جدعان دلوقتي في الطريق اهوت، لا رايحين كفر الشيخ محمد اخويا، وبعد كده جمع تكسب يا مروان، جمع تكسب يا حبيبي. طبعا يا جماعه وصلنا كفر الشيخ تاني، وادي محمد هناك اهو كان بيجيب الهيليوم. شايفين الثلاثه ام والبلالين. السلام عليكم. افتح بقى الباب بقى. افتح يا مروان. هحاسبه عليها ما تقلقش. منور يا حاج مروان. يلا بتقول لاخوك الكبير يلا. طيب خلينا فيها الاحسن. ما كمل اول لازم تتشتم يعني. استاذ حسين مسوحنا، المفروض انه يبقى صاحي مستنينا، بس احنا عمالين نلف حوالين البيت عشان نعرف نخبط ومش لاقيين حد اصلا. طب دلوقتي اصلا المفروض هو نايم، والمفروض ان هو كان المفروض يبقى صاحي. خبط يلا. وبعد البحث والمعاناه الطويله طلعت جبته من فوق. هاتوا تعالى. خضونا يا جدعان والله. خضوا مين؟ فين تليفون؟ المفروض التليفون. ده الحسن كان الحسن نفسه يقوم يفتح لنا والمعلم نايم. هو ما ردش على التليفون. كان بيقول لك الحسن بي ايه؟ بينام قتيل. بينام قتيل. مين اللي بينام قتيل؟ الحسن والله بينام. طب يلا عشان تقطع السيح تعالى نلف لنا الباب الثاني. دلوقتي يا جماعه حسن المفروض ان هو نايم اصلا، احنا عملنا كل ده وهو نايم. المهم هنطلع بقى نظبط الدنيا ونفرش كل حاجه بقى ونعمله المفاجاه، بس الفكره كلها ان هو اصلا دلوقتي نايم. يلا بينا. لكم ان تتخيلوا ان الجثه اللي نايمه دي الحسن. كنا بنطمن انه لسه نايم بس قبل ما نبدا شغل. صحيح، وبما ان الكابتن مشهور بقى وكده وتليفونه كل شويه بيرن، قلنا نشيله من على الشاحن من جنبه عشان ما يصحوش. ايه جريه البطريق دي يا سي حسن؟ بنفرك الاستنداد علشان طبعا التصوير. هنبقى مثبتين 3 كاميرات علشان نقدر نجيب رده فعله بطريقه كويسه. انت لسه هترغي؟ يلا نخش في الموضوع. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليه الصحه. انت بتعمل ايه يا تفنت؟ تعالوا ساعدوني. ايوه كده اسمعوا الكلام. قلنا برضو نشقر على حسن كده نتاكد انه لسه نايم. ومروان بقى قرر يخش يطمن عليه بنفسه يشوفه لسه نايم ولا ايه. وبكده نبقى وصلنا للشكل النهائي. يلا بينا ننفذ.
الحسن تحسه طالع من مقبرة. وهنا بقى الحسن فضل شويه كده على ما جمع انا فين ومين وبعمل ايه فقالوا له الحاجات بتاعه الواحد لما بيصحى من النوم دي. تحسوا الولد بيضحك فقال يضحك معانا بس هو مش عارف اي حاجه ولا فاهم اي حاجه. احنا دلوقتي هنخلي الحسن يلبس وننزل نوريه المفاجاه بقى الثانيه اللي هو الجزء الثاني بقى من المفاجاه كده. ما تفكروش ان كده خلاص انا عايز اكل التورته. تعالى بس اخش حسين والله خايف. يلا هناخدكم معانا بقى للجزء الثاني. هتخمن الاول وزي ما انتوا شايفين في مفاجأة احنا مجهزينها ليكوا وللحسن في شنطة العربية مش هنقول لكم عليها. تعالوا نشوف سوا. الحسن تقريبا كان بيكشف العربية ولا ايه؟ والله في حاجة صحيحة. حاجة صحيحة ايه؟ جايبين لك فرخة. بقول لك جايبين فرخة بجد؟ خمن. لا حاجة صحيحة جوه. ابعد ايدك ابعد ايدك. لا اوعى كده مفيش حاجه. لا كمل من غير ما تلمس. حاجه دايما مش صحيه. مفيش حاجه صح. يلا ها انتوا فين معاهم؟ خمن. يلا قول. بص انا جايبين لك عربيه في الشنطه. جايبين لك عربيه في الشنطه. دي كلو عربيه لعبه. يلا. وبعد معاناه الكابتن ما خمنش فتعالوا نشوف ايه بقى الهديه. يلا يا ابن المحجون. انا قلت لك في حاجه خلاص خلاص خلاص. بقول لك ايه ثواني كده ثواني. خلي البنات غفر. والله يا جماعه اختيار جامد للوكيشن التصوير. والله اختيار جامد. وبعد ما خلصنا السيشن يا جماعه تفتكروا رحنا فين؟ ها تفتكروا كده معايا رحنا فين؟ على التورته. هتقطع يا ابني رقبه اخوك يا ابني يا ابني. جبت الحسن الدبح. الحسين مش عارف ياخد مع اخوه حق ولا بطل في الحقيقه فقال يضحوا في الصوره. لا 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 الحسن يسكت. لا ازاي يقطع حته من وش اخوه. انت اللي هزيت نفسك والله ما انا. ده مكملني مش ودانه يا اسطى ودانه. الله رجعت تتكلم. خد يا مروان. بالراحه يا حسين بالراحه يا حبيبي هنديك والله هنديك. بص يا جماعه بيد النفس. الله احسن حاسمها وشي. لا 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 بالراحه. دينا واحده لا تفلح. كل سنه واحنا طيبين مع بعض يا جماعه. ده شقوا الحسن اتملى نصين بقى حسنين. اشوفك يا فاج والله العظيم يا حاج. يلا احبكم. ها بقى ايه نبدا عايز اقول لكم ان شاء الله لما توصلوا مليون عمو اليوتيوب انا هارو. عمو اليوتيوب بما انك بقى ايه خربنا احنا بنموت في حاجه اسمها يوتيوب. حتى بص هتبقى هنا كده. اكلت الفيسبوك عشان خاطرك عمو. الفيديو يطلع ترند. وبس يا اخواتي وبكده يكون الفلوج خلص. حبينا نشارككم يومنا وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الجايه على خير.